أن يفعلوا أما كان من المهاجرين والأنصار مثل عمرو بن حريث اللي بزمن عبيد الله بن زياد، فيمنعهم من يد من مد اليد الأثيمة وارتكاب تلك الجريمة، ولا يقاس هذا بما ارتكبوه واقترفوه في حق بعلها سلام الله عليه من العظائم حتى قادوه كالفحل المحشوش. كيف والزهراء سلام الله عليها شابة بنت 18 سنة لم تبلغ مبالغ النساء، وإذا كان في ضرب المرأة عار وشنار فضرب الفتاة أشنع وأفظع. ويزيدك يقينا بما أقول أنها ولها المجد والشرف ما ذكرت ولا أشارت إلى ذلك في شيء من خطبها، يقول لا بخطبتها بحضرة الخليفة الأول ولا من أجوها نساء المهاجرين والأنصار، لم ما قالت لهم كسروا ضلعي، تقول قالت لهم بصريح العبارة كما هي تتحدث عن أمير المؤمنين، كانت تقول وما نكروا من أبي الحسن إلا تنمره في ذات الله، أيضا هي تنمرها في ذات الله، متنمرة في ذات الله، لا تخافوا أحدا، لا تهابوا أحدا، تقول إني أصبحت قالية لرجالكن، يعني أنا أبغض كل هؤلاء الرجال الذين غصبوني حقي وغصبوا حق ابن عمي. على كل حال الذي يحب أن أصور له هذا الكلام الذي قاله محمد حسين كاشف الغطاء قبل 50 سنة، لم يلعن ولم يشتم، لكن تعرفون القوم فعلوا ما فعلوا. على كل حال أنا أتذكر أيضا كثير من رواد ندوة السبت كانوا يأتون لسماحة السيد إما كتابة يكتبون على قصاصة أوراق سيدنا، لقد سببناك ولقد شتمناك لأننا كنا نخوض مع الخائضين، يشتمون الناس فنشتم، سيدنا حضرنا ندوتك واستمعنا إليك وعرفنا أنك بريء مما ينسب إليك فسامحنا واغفر لنا. وكان يسامحهم السيد ويقول لهم أقول لكم كما قال جدي رسول الله، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. على كل حال أتمنى إن شاء الله أن أستكمل الكلام في لقاء قادم. نقرأ الفاتحة إلى روحه الطاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله.